يعني حتى تحطنا ماتش الكاس ده ما كانش على البال والخاطر عارف اتحطوا ليه يا جماعه ماتش الكاس اللي احنا لعبناه النهارده ده؟, ده. العم... عندنا نقص عددي، بس احنا رجاله، احنا رجاله وما و... و... بنعملش مشاكل كتير للكره المصريه يعني. ها عارف عارفين ليه؟ قال لك اصل النادي الاهلي هيزعل. انت... انتوا كده هتكونوا واخدين راحه اكتر من الاهلي. طب يعني ايه راحه اكتر من الاهلي؟ قال لك اصل اه انت دلوقتي لو ما لعبتش ماتش ده اه اه الاهلي هيلعب بكره وهيلعب الحد ولا هيلعب معرفش السبت ولا هيلعب معرفش ايه الحد ده وبعد كده هيجي يلعب مع ماتش الزمالك يوم الخميس فكده هو يبقى انتم مرتاحين اكتر فاحنا هنحط لكم ماتش الكاس طب انا انا راجل ده ده الاهلي هيلعب دور الستاشر في يوم 30 يوليو دور الستاشر اللي انا لعبته مع فاركو النهارده بتلعبني دور الثمانيه يعني انا الاهلي لسه هيروح دور الثمانيه في 30 يوليو وبعد كده يلعب دور الثمانيه في السنه الجايه يعني السنه الجايه يلعب دور الثمانيه وانا لاعب وصلت الدور قبل نهاية انا وامتي مستنيين بقى قاعدين مستنيين السنه الجايه عشان يتلعب بقى دور 16 يعني هو يعتبر الكاس دور 16 للاهلي هيتلعب بعد نهايه الموسم يوم 30 دول هيكون الدوري خلص فيتلعب بعد نهايه الموسم يلعب دور 16 ومع السنه الجديده يلعب دور الثمانيه فانت بتلعبني دور الثمانيه دلوقتي ليه وانا عندي لعيبه في منتخب مصر الاولمبي وعندي اصابات لو انا رخم بقى لو انا غلس انا و... لو انا حقي ها زي ما حصل في كاس الرابطه والانسحاب وقال لك انتوا واخدين لعيبه المنتخب فبعتوا لهم اللائحه استاذ احمد دياب قال لهم اللائحه بتقول ان كاس الرابطه بدون اللعيبه الدوليه النهارده انا من حقي ان انا ما العبش الماتشات دي طالما عندي اكتر من اتنين لعيبه في المنتخب طب انا عندي 3 لعيبه في المنتخب الاولمبي طب على اقوى من كده بقى انا من حق اخد الثلاث لعيبه منتخب الاولمبي دول ما ودهمش المنتخب ويلعبوا معايا في الزمالك انتوا متخيلين مثلا دلوقتي المنتخبات الاولمبيه متخيلين ان لو في ماتشات في نص الموسم في اوروبا حد يقدر يجيب لاعب من اوروبا يلعب مع المنتخب الاولمبي للمنتخب المغرب او مالي او مصر او اي حد تقدر ما تقدرش احنا كان عندنا دوره اولمبيه الليفربول رفض ان محمد صلاح يجي دوره اولمبيه مصطفى محمد مصطفى محمد ده سنه المنتخب الاولمبي رفضوا في دوره طوكيو جلطه سراي انه يسيب مصطفى محمد لانه هيلعب معاه الدوري الاوروبي يعني دي بقى اعلى كمان يعني الدوره الاولمبيه دي اعلى من تصفيات المؤهله للدوره الاولمبيه لكن الزمالك عمره ما اشتكى الزمالك النهارده زي ما قلت لكم ناقصه مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا بسم الله ما شاء الله اللي ابتدوا يطلعوا اشاعات ويقولوا نبيل عماد دونجا موقوف طب <تبقى> هو, هو هو الف ب ده ده ما اتحققش معاه ده ما حدش بعت له جواب قال له تعالى تحقق معاه ومش عايز اتكلم على فكره اللي بعض الاشاعات اللي بتطلع على لسان رئيس لجنه الانضباط يقولك رصدنا يا راجل ده في لاعب بعد بعد ماتش ضربات جزاء من قريب عمل حركه مشينه للجمهور والشاشه جابتها كده كده وده راحت الكاميرا جايبه وهو بيعمل الحركه المشينه في نادي من نادي المؤسسات وطبعا مستشار ولا شاف ولا ولا رصد وعدت على العموم الموضوع مفيش اساسا اي عقوبه وكل الكلام اللي بيتكلم ده كلام هكس فاكس طيب